عندنا دالة تانية اسمها ليجن أو صندوق تفاصيل البيانات. الدالة ليجن تديني صندوق بيكون فيه تفاصيل البيانات بتاعة الرسمة بتاعتي، بيكون فيه لون المنحنى، اسم المنحنى، الستايل اللي بيعبر عن المنحنى بتاعي، يعني بيبقى فيه يعني تفاصيل الرسمة كلها. زي ما هنشوف إن شاء الله دلوقتي إيه هي التفاصيل دي، والناس اللي اتعاملت كتير مع رسم هتبقى عارفة التفاصيل اللي بتتحط في الليجند شكلها عاملة إزاي. يبقى الليجند هو مربع منفصل عن الرسمة بتاعتي بكتب فيه تفاصيل الرسمة بتاعتي، وطبعا لازم أدي كل منحنى اسم معين عشان يعبر عن اسم الدالة اللي أنا برسمها أثناء الرسم، طبعا كلام معروف. تعالوا نشوف المثال اللي هو قدامنا ده. أنا في الأول بستدعي المكتبتين بتوعي، خلاص بقى يعني عرفناها. بعد كده حتى الأمر اللي هو المتغير بتاع اللي هو إكس ده عرفناه كتير، اللي هو لين سبيس من 0 لغاية 20 وأقسمهم ل 1000 مسافة متساوية. بعد كده بقول له فيجد واي اكس عبارة عن بي ال تي دوت سب بلوتس، معناها إن أنا هرسم علاقات كتيرة. وبعد كده بي ال تي دوت اكسس وايكوال عشان خاطر اخلي الابعاد بتاعه المحاور او الابعاد بتاعه المتناسقه بتاعه المحاور يعني مع بعضها. بعد كده بقول له اي اكس دوت بلوت اكس وساين اكس، خلاص اول علاقه عندي هي عباره عن اكس هتبقى ما بين اكس يعني وساين اكس. وبعد كده بقول له الليبل هو عباره عن ساين، زي ما قلت لك عشان احط ليجند لابد المنحنى بتاعي كل اسم معين. فاسم الدالة اللي بتعبر عن العلاقة بين اكس وساين اكس هسميها ايه؟ هديها ليبل او مسمى اللي هو اسمه ايه؟ ساين في سترنج زي ما احنا شايفين كده. بعد كده هقول له ايه اكس دوت بلوت اكس وكوس اكس، ده المنحنى الثاني برسم العلاقة ما بين اكس وكوساين اكس، وبديها ليبل هو عبارة عن مين؟ هو عبارة عن الكوساين. بعد كده بعرف متغير اسمه ليج هو عبارة عن ايه اكس دوت ليجند. فده هنا بقول له اعمل لي صندوق تفاصيل الرسم مخزنه في متغير اسمه لب. في الحاله دي لما اجي ارسم العلاقتين دول مع بعض هلاقي والله ده المنحنى اللي هو الازرق ده اللي بيدل على الساين، والاخضر ده هو اللي بيدل على الكوساين. ورحت كمان زي ما احنا شايفين كده عملنا ليجند اللي هو صندوق التفاصيل. الصندوق ده فيه اول حاجه اللي هو المنحنى او لون المنحنى يعني اللي بيعبر عن العلاقه بتاعتي، كمان لو المنحنى ده له ستايل هيحط الستايل بتاعه، وبعد كده الاسم بتاع المنحنى بتاعي اسمه ساين والتاني اسمه ايه؟ اسمه كوساين زي ما احنا شايفين في الشكل اللي هو قدامنا ده. احنا كمان ممكن نحدد المكان اللي هيكون فيه صندوق البيانات بالظبط. ممكن نحدد المكان اللي هيكون فيه صندوق البيانات. لو احنا بصينا على الكود اللي قدامنا ده هو نفس الكود اللي انا كنت كاتبه فوق دلوقتي، نفس الكود ما غيرتش فيه اي حاجه، بس هروح على الداله اللي اسمها ليجن اللي انا كنت مديها تحت دي اللي هي اي اكس دوت ليجن. هدي له ايه؟ هديها امر اسمه لوك. امر اسمه ايه؟ لوك، وده اختصار لوكيشن. وبديها حاجه اللي هي انا عايز احط اللوكيشن بتاع صندوق البيانات فين؟ هقول له والله خليه ابر ليفت. خليه ابر ايه؟ ابر ليفت. ده انا ممكن اخليه ابر ليفت وابر رايت وفي السنتر ولور ليفت ولور رايت وفي السنتر، عادي جدا جدا مش اي مشكله خالص، بس انا بقول له خليه فوق وعلى الشمال. كويس جدا. وبعدين بديها خاصيه ثانيه بقول له الفريم اون بيساوي فولس. الفريم اون بيساوي فولس يعني الاطار بتاع صندوق البيانات بتاعي انا مش عايزه، ما تحطهوش. هنا الديفولت ان هو بيحط الاطار بتاع صندوق البيانات زي ما احنا شايفين كده حاطين له في مستطيل كده. كويس جدا. انا هنا بقول له الفريم قلنا خليه ايه؟ خليه فوق. لا 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 ما تحطليش الاطار بتاع الايه؟ بتاع الليجند بتاعي. وبالتالي لما اقول له رن هنلاحظ ان هنا ادى الرسمه بتاعتي وادى الليجند بتاعي انا حطيته، ما فيش اي مشكله اطلاقا، والساين والكوساين والازرق والاخضر. بس الاطار انا عملت فيه ايه؟ انا قلت له شيل الاطار، قام رايح شايل الايه؟ شايل الاطار. وزي ما احنا شايفين قلت له ابر ليفت، راح حطه لي في اقصى الشمال. كويس جدا جدا جدا. طيب تعالى نشوف مثال تاني، وهنشوف ازاي نخلي صندوق البيانات تحته في النص وفيه عن ايه اماكن او لوكيشنز مختلفه. مثال قدامنا اهو يعني شبه المثال اللي فات او زيه بالظبط، ما غيرتش فيه اي حاجه،
وقمت جاي في عند الداله اللي اسمها ليجند، قلت له الفريم اون هو عباره عن فولس، ما فيش مشكله الغي لي الفريم ما تحطهوش خالص، واللوكيشن هو عباره عن لور سنتر، خليه ايه تحت وفي الشمال، تحت وفي النص، لور سنتر خليه تحت وفي النص. بس اديته حاجه تانيه اللي هي ان كول بيساوي 2. انا عايزك قبل ما نقول يعني ايه ان كول بيساوي 2، هنلاحظ ان في الامثله اللي فاتت البرنامج كان بيكتب الكلام في الصندوق البيانات تحت بعض، لو خدنا بالنا هنا ساين تحتها كوساين، لو في حاجه تانية تحتها يبقى تان، تحتها تانش، تحتها، يعني بيكتب الكلام ايه؟ بيكتب الكلام تحت بعضه كما لو كان عمود واحد، كما لو كان ايه؟ عمود واحد. يبقى ده الديفولت، الديفولت للبرنامج ان هو بيكتب الكلام داخل الليجند بتاعي في عمود واحد، يا رب يكونوا 100 رسمه او 100 منحنى بيعبروا عن الرسمه بتاعتي، فانا هكتبهم كلهم تحت بعض كما لو كانوا عمود. كويس جدا. طيب لو انت عايز تغير الكلام ده، انت مش عايزه عمود واحد، انت عايزهم يبقوا عمودين، عايزهم يبقوا ايه؟ يبقوا عمودين. انت ممكن تقول له كده، هتقول له ان كول يعني عدد الاعمده بيساوي كام؟ بيساوي 2، بيساوي 3، بيساوي 4، على حسب عدد المنحنيات اللي عندك. وفي الحاله ديت هو مش هيكتب لي ساين تحتها كوساين، لا، هيعمل خط ازرق وساين وجنبها على طول خط اخضر وكوساين، لان انا قايل له عدد الاعمده بيساوي كام؟ عدد الاعمده بيساوي 2. وفي الحاله ديت لما اعمل رن الجزء ده من الكود، هنلاحظ ان فعلا عدد الاعمده ماله، عدد الاعمده بقى بكام زي ما احنا شايفين كده، بقى باتنين زي ما احنا شايفين الشكل اللي هو قدامنا ده. كويس. طيب ماذا لو انا عايز اضيف بعض الخصائص على الفيجر بتاعي، عايز اضيف بعض الخصائص على الليجند بصوره خاصه، يعني في بعض الخصائص اللي احنا ممكن نضيفها على الصندوق بتاعنا. اول خاصيه هي خاصية اسمها فانسي بوكس. فانسي بوكس الأمر ده بقول له إيه؟ بقول له يعني بقول له أو هو بيطلب مني، أنت عايز حواف في الصندوق تبقى إيه؟ هل عايز حواف في الصندوق تبقى حادة؟ لو رجعنا كده بريفيوس، بريفيوس زي ما احنا شايفين هنا كده، حواف في الصندوق هنا إيه؟ حواف في الصندوق هنا حادة، اللي هي الأرقام بتاعته أو البرتسيس بتاعته حادة، صح؟ الأمر اللي اسمه فان ساي بوكس، كان بقول له لو انا قلت له ترو، كان بقول له خلي لي حواف في الصندوق دائريه مش حاده، مش مربعه يعني، مش حاده كده. حلو، يبقى بقول له خلي لي حواف في الصندوق ايه؟ دائريه. الخاصيه الثانيه اللي انا ممكن اديها له، بقول له فريم الفا، بقول له ايه؟ فريم الفا، وبديها قيمه يا زيرو يا واحد. الفريم الفا بتعبر عن مدى شفافيه المربع نفسه، الشفافيه داخل المربع اللي هو لون المربع من جوه هنا. قال لك لو اديته واحد هيخلي لك الشفافيه بيضاء، لو اديته زيرو هيخلي لك الشفافيه الى حد ما يعني ايه زي اللون الاسمر كده. طيب لو قلت له شادو وترو هيدي لي ايه؟ ظل للجند المربع بتاع الليجند بتاعي. لو قلت له فولس مش هيديني شادو. البوردر باد اللي هي ايه؟ اللي هي الحواف بتاعه الصندوق، هل انت عايزها كبيره ولا صغيره؟ يعني المربع ده ممكن اكبره اخليه لغايه هنا، يبدا من اول فوق هنا ينتهي هنا، بدل ما اقول له واحد هقول له اثنين، اقول له ثلاثه، يعني ايه؟ الصندوق انت عايزه يبقى كبير ولا صغير؟ على حسب بقى الحاجه اللي انا عايزها هدي له الرقم بتاعه. طيب تعالى نعمل رن للجزئيه دي من الكود ونشوف الكلام اللي احنا بنقوله صح ولا مش صح. يبقى في الاول خالص انا قلت له الرسمه رسمها مفيش مشكله اطلاقا، قلت له اعمل لي تو ليبلز اللي هي ساين وقوس اهو. بعد كده بقول له الفان سي بوكس اهو، راح خلالي حواف في الصندوق هي عباره عن حواف دائريه، قلت له الفريم الفا بتساوي واحد فخلى لي المربع من جوه الاطار بتاعه ابيض، لو خليته زيرو دلوقتي هيقوم قلبه دلوقتي ومخليه اسود. بعد كده الشادو تروح حط لي شادو ظل زي ما احنا شايفين كده، والبوردر بواحد ما فيش مشكله اطلاقا. تعالى نخلي الفريم الفا ده بسنتر، هيروح يملا لي المربع بلون اسود لان انا خليت الشفافيه سوداء اهو زي ما احنا شايفين كده، خلى الشفافيه ايه؟ يعني رمادي يعني مايل للاسود، تمام كده؟ لكن لو قلت له واحد هيخليها ايه؟ هيخلي المربع من جوه بلون ايه؟ بلون ابيض. طيب تعالى نشوف امثله ثانيه. نفس المثال بتاعي. والفان ساي بوكس برضه فولس، يبقى هو كده هيخلي لي الحواف بتاعت الليجند بتاعي هي عباره عن ايه؟ حواف حاده. الالفا بيساوي واحد فهيملاه من جوه بياض.
شادو فولس مش هيعمل لي شادو. البوردر باد هنا بقى هيكبر لي حجم الصندوق ده، انا خليته 2.5، في الاول كنت بخليه 1، تعالى بقى لما نخليه 2.5 نشوف هو هيخلي حجمه قد ايه اهو. يبقى فولس بالتالي بقى حد، الالفا بواحد فخلاها ابيض، شادو مفيش شادو، البوردر خليها 2.5، فبالتالي خلايا المربع ايه كبير زي ما احنا شايفين في الشكل اللي هو قدامنا ده. احنا اكتر من كده كمان، احنا ممكن نعمل صندوق بيانات لبعض المنحنيات ونتجاهل البعض الاخر لسبب ما. بس قبل ما نعمل الحتة دي خلينا نقول برضو هنجرب تجربة، الفونت سايز هنخليه بكام بتاع الليجند يعني هنخليه 15. انا مش هعمل اكتر ولا اقل من اني هرسم المنحنيين وهخلي الفونت سايز بتاع الساين والكوس ده 15، تمام كده؟ في الحاله ديت لما اعمل رن لجزء ده من الكود زي ما احنا شايفين كده، شوف خلى لي الساين والكوس بكام؟ الساين والكوس ب 15. لو انت طبعا عايز تكبر ال 15 ديت مثلا ممكن تخليها 30 وتقول له اعمل لي رن للجزئيه دي من الكود، هيروح يخلي لك الفونت سايز بكام؟ الفونت سايز ب 30. بس طبعا يعني ما تبقاش محبذه، ده احنا ممكن نخليها صغيره قوي قوي يا دوب كده من شافه يعني، او نسيبه للديفولت، لا نغير في فونت سايز ولا اي حاجه، هنسيبه للديفولت وهو هيكتبها هو من عندي، لان لو كبرت كده بتغطي على شكل الرسم وتبقى حاجه مش كويسه. الحاجه بقى اللي احنا الاخيره اللي احنا عايزين نقولها بالنسبه للامر ليجن، زي ما قلت لك كده في بعض الاحيان ممكن يكون عندك منحنيات كتيره وانت حابب تتجاهل بعض هذه المنحنيات وتظهر البعض الاخر. طيب تعال نشوف ازاي نتجاهل بعض المنحنيات ونظهر الاخر. في المثال اللي هو قدامنا ده انا لغايه الامر ده ما عملتش اي حاجه، بعد كده بقول له اكس الاكسس خلاها ايكوال ما فيش مشكله، خلي لي في تناسق ما بين المحاور وبعضها. وبعد كده قمت راح قايل له واي هي عباره عن متغير والمتغير ده عباره عن ساين الكلام اللي جاي ده، خد اكس اللي انت عملت لها جنريشن هنا دي وخد منها كل الصفوف والاعمده اعملها ايه؟ نيو اكسس وزود عليها الكلام اللي جاي ده اللي هو باي في الرينج اللي هو جاي لي ده. طبعا احنا عرفنا ان الامر نيو اكسس لما بيدخل على حاجه كاني بقول له اعمل لي مصفوفه ثنائيه الابعاد جايه من العمليه الرياضيه اللي قدامك دي، بحيث انك هتطبق الساين على كل عنصر من عناصر اكس والناتج هتجمع عليه الرينج اللي هو باي في الرينج ده من 0 لغايه 2 والخطوه بنص. كويس جدا، فبرضه هنا هيديني مصفوفه ثنائيه الابعاد. بعد كده بقول له ارسم لي اكس وواي وخزن لي الناتج ده في متغير اسمه لاينز. ماشي، لو انا عايز اخد من اللاينز ده بعض المنحنيات المعينه واسيب الاخر، هقول له ايه بقى؟ بقول له اهو بي ال تي دوت ليجند اوف لاينز، لان ده هو اللي شايل الرسم بتاعي، لاين هو اللي كان فيه الداله اللي اسمها بلوت. بقول له ايه بقى؟ بقول له خد اهو من الاول لغايه الثاني، كان بالظبط بقول له هات لي من الصف الاول للصف الثاني فقط من مجموعه اللاينز اللي عندك دي، هات لي من الصف الاول ليه الصف ايه، هات لي من الصف الاول للصف الثاني من مجموعه اللاينز اللي عندك، اوعى تجيب اللاينز كلها، انا فقط عايزك تجيب لي يعني هيجيب كام واحد؟ هيجيب لي رسمتين اثنين. طالما هيجيب لي رسمتين لابد اديله اسماء هذه الايه؟ هذه المنحنيات. بقول له الاول سميه قوس والثاني سميه مين؟ والثاني سميه التايم. يبقى هنا بقول له بعد اذنك هات لي من الصف الاول للصف الثاني من مجموعه المنحنيات اللي هي عندك دي. وبعد كده لابد اوضح له اسماء هذه العناصر داخل الليجند، تمام كده؟ فبقول له سميه لي الاول كوست طبعا كسترنج، والتاني سموه لي ايه؟ والتاني سموه لي الطيب، وسيب الباقي التانيين كلهم انا مش عايزهم. وبالتالي لما اقول له اعمل لي رن لجزء ده من الكود هيقول لي والله الرسمه دي كانت هي عباره عن اربع منحنيات، كانت عباره عن كام؟ عباره عن اربع منحنيات، لكن فقط انت مهتم باثنين. انت مهتم بايه؟ انت مهتم باثنين، لان لو خدنا بالنا الرينج هو يا جماعه الرينج من 0 لغايه 2 وبزود كل مره نص، يبقى 0 نص 1 1 ونص 2، هما دول الاربع رسومات اهو، ده الاربع رسومات اللي هما بيقولوا بالشكل اللي احنا شايفينه ده. كويس جدا، طب انا عايز منهم كام واحد؟ انا عايز فقط منهم اثنين اللي هو الازرق والاخضر، وسمي لي الاول كوست وسمي لي الثاني ايه؟ وسمي لي الثاني تايم، اما الباقي انا مش عايزهم. وطبعا لو انت دلوقتي ما انتش حاسس بالمنحنيات ديت وما انتش عارف هي جت ازاي، انت لما تطلع فيجر انت عارف البيانات اللي هي بتعبر عن الرسمه ديت انت جايبها منين، وبالتالي هتبقى عارف كل منحنى بيدل على ايه،
وبالتالي هتبقى عارف انت محتاج تعرض ايه وما تعرضش ايه. يبقى فقط لما تحتاج الامر ليجند وتحتاج منه اوامر معينه او يعني علاقات معينه، قول له ليجند اوف المتغير اللي شايل الرسومات بتاعتك، وبعد كده حدد مجموعه الصفوف اللي انت عايزها وادي له اسماء هذه المنحنيات. تمام كده؟ زي ما احنا شايفين سمينا واحد كوستو، سمينا واحد ايه، سمينا واحد طيب.